السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا. النهاردة هناخد مع بعض النشيد ده، نشيد الكون المشرق. يا رب يعني ركزوا معايا، نشيد جميل جدا وهيعجبكم وإن شاء الله تتعلموا منه وحاجات حلوة كتير. وهناخد مع بعض النشيد، هنقرأه مع بعض مرة. الكون المشرق، الوجه المشرق للكون يتكلم كل الألوان، اللون الأخضر أشجار تتمايل في كل مكان، واللون الأزرق أنهار وبحار من خلق الرحمن. يلا نقرأه مع بعض تاني شوية شوية ويفهموا معايا. الكون المشرق ده العنوان بتاع النشيد، الكون المشرق. الكون المشرق يعني ايه الكون يا ميسا؟ مش عارف يعني ايه الكون، مين يعرف؟ طيب يا حبيبي، الكون المشرق ده الكون كله اللي احنا عايشين عليه. في ايه الكون المشرق؟ اللي هو الكون نفس كلمة الكون، يعني كل حاجة موجودة عندنا في الكون هنا، من بحار ومحيطات وأشجار وطيور وعصافير وحيوانات وبيوت وكل حاجة موجودة. ده الكون كله بتاعنا اللي فيه كل حاجة هنا. يعني الشاعر يعني بيقول ان الكون ده مشرق، فرحان وفرحان بالكون ده قوي. يعني الكون مشرق، جميل، مبهج، حلو، مبتسم. وبيشبهه هنا بالوجه. يعني اول ما بدأ النشيد قال ايه؟ الوجه المشرق للكون. الوجه يعني نسميه الوجه بتاعنا. المشرق يعني المضيء، المشرق المضيء الجميل المبتسم. مشرق حاجة مشرقة كده جميلة، زي عارفين الوردة كده لما تبقى متفتحة كده وجميلة، عكسها ايه؟ عكس المشرق ايه يا حبيبي؟ المشرق يعني المضيء، عكسها ايه؟ المظلم. للكون، الكون ده العالم كله. طب للكون، الكون دي كلمة مفرد، لو عايزين نجمعها نقول ايه؟ الأكوان. ها الكون جمعها ايه؟ الأكوان. شطور. طيب يتكلم كل الألوان، يتكلم يعني إيه؟ يتكلم يعني يتحدث، بيقول. الكون ده بيشبهه، والكون بيتكلم يا ميس؟ لا، ده الشاعر بيشبه الكون بأن هو بيتكون، يعني كل الألوان، يعني في كل الألوان. الكون بتاعنا ده في كل الألوان، زي ما احنا عارفين كل الألوان موجودة، وانا نشوفها دلوقتي واحدة واحدة. يتكلم يعني يتحدث كل الألوان. الألوان دي يا حبيبي احنا خدنا المادة قبل كده صح؟ طب الالوان دي فيها مد ولا ما فيهاش مد؟ فيها مد بالايه؟ بالالف. شطار. الالوان، ها مد بالالف. شطار. طيب يا حبيبي، اللون الاخضر واشجار، احنا خدنا حروف الجر، حروف اللام الشمسيه والالف القمريه والالف الشمسيه. شطار. الالوان دي اللون، كلمه اللون، اللون دي فيها لام ايه؟ لام شمسيه. برافو، عشان عليها ايه؟ الشده. برافو. شطار. دي بالحروف اللام الشمسيه، زي ما احنا عرفنا اللام الشمسيه والالف القمريه، دول 14 حرف ودول 14 حرف، زي ما رسمناهم على السبوره، رسمنا الشمس ورسمنا القمر وحطينا في كل واحد الحروف بتاعته. اللام الشمسيه لما تيجي لازم يكون ايه الحرف اللي بعدها؟ ايه اللي هو اللام ايه؟ المشدد. شطار يا حبيبي. اللون الاخضر واشجار، الاخضر عارفين اللون الاخضر احنا، اشجار، اشجار دي اللي هي الاشجار في كل مكان. شفتوا الشجره؟ في الشجره هنا والشجره وكل مكان كده، في ايه؟ في اشجار. تتمايل في كل مكان، تتمايل يعني ايه؟ تتمايل في كل مكان، تتمايل يعني تتحرك. هي الاشجار بتتمايل؟ ايوه يا ميس، بتتحرك كده يا ميس. ايه يا ميس؟ يعني شطار، انتوا شطار. تتميل في كل مكان يعني تتحرك في كل مكان. وعرفنا في دي ايه؟ حرف جر، زي ما عرفنا حروف الجر، في حرف جر من حروف الجر، في كل مكان. شطار. واللون الازرق وانهار، اللون الازرق عارفين ان الانهار او البحار دي لونها ايه؟ ازرق، يبقى اللون الازرق وايه؟ انهار. وبحار من خلق الرحمن، يبقى اللون الازرق انهار وبحار. من عرفنا فيه، ومن برضو حرف جر، خلق الرحمن. خلق الرحمن، الرحمن ده خلق ربنا، يعني يقصد خلق الرحمن ده خلق ربنا، ربنا اسمه الرحمن. يلا نقرأ النشيد مع بعض تاني، اسمه ايه؟ الكون المشرق. نقرأه مع بعض. الوجه المشرق للكون يتكلم كل الألوان، اللون الأخضر أشجار تتمايل في كل مكان، واللون الأزرق أنهار وبحار من خلق الرحمن. قرأنا النشيد مع بعض. طيب عايزين حد شاطر كده يطلع لي مد بالألف بس من النشيد. أول كلمة ايه؟ الألوان.
وإيه تاني؟ وأشجار فيها مد بالألف. تتمايل، تتمايل فيها، فيها مد بالألف. ومكان فيها مد بالألف. وأنهار وبحار، زي ما احنا خدنا المد وعرفنا حروف المد ثلاثة، الألف والواو والياء، وعرفنا حروف المد ثلاثة، وما يجوش في أول الكلمة، لازم في وسط الكلمة يا آخر الكلمة. وحرف المد، علامة المد اللي حرف المد بالألف علامته بتبقى إيه؟ الفتحة. والمد بالياء علامته الكسرة، والمد بالواو علامته الضمة. شطار. يبقى نقرأ النشيد التاني مع بعض عشان نعرف تعرفوا تقرأوه لوحدكم. الكون المشرق، ده عنوان النشيد. عرفنا الكون اللي هو العالم كله اللي احنا عايشين فيه، ده في كل حاجة بقى، عصافير، طيور، حيوانات، في بيوت، في كل حاجة يعني، انهار، بحار، اشجار، كل حاجة موجودة في الكون بتاعنا. يبقى نقرأه كمان مرة مع بعض عشان خاطر ايه تعرفوا تقرأوا لوحدكم. الكون المشرق، الوجه المشرق للكون يتكلم كل الألوان، اللون الأخضر وأشجار تتمايل في كل مكان، واللون الأزرق أنهار وبحار من خلق الرحمن. شطار يا حبيبي، كده عرفنا النشيد وعرفنا ان الكون كله اللي هنا بيشبه ان الكون بالوجه، الوجه الجميل المشرق المبتسم. عرفنا المشرق اللي عكسها المضيء المظلم. الوجه المشرق الجميل بيتكلم كل الألوان، يعني بيتحدث بكل الألوان، في كل الألوان موجودة فيه. اللون الأخضر أشجار، واللون اللي تتميل في كل مكان، واللون الأزرق أنهار وبحار. كل ده طبعا عارفين من خلق مين، مين اللي خلقه، يعني مين اللي أوجد لنا كل الحاجات دي، اللي خلقها مين؟ ربنا. صحيح حبيبي شطار. هنشوف الأسئلة كده مع بعض. يعني اول سؤال عندنا بيقول لك اقرا ووصل، يعني هنقرا ونوصل بالصوت. اللون الاخضر واشجار، اللون الاخضر فيه اشجار، هنجيب بقى ايه قلم هنا هنوصل مع بعض. فين الاشجار هنا؟ انهي صوره؟ اول صوره دي صوره بحر يا حبايبي، مش صوره اشجار، ده لون ازرق فيها بحر. طب تاني صوره اشجار، برافو عليك. يبقى الايه؟ اللون الاخضر اشجار، برافو. الوجه المشرق للكون، يعني عايز الكون زي ما احنا خدنا الكون قبل كده، كان في ايه الكون؟ في اللي هو الكون كله كرة ارضية كلها كده اهي، فيها اللون الازرق البحار، واللون الاخضر الاشجار، وعرفناها في الدرس اللي فات، واللون الازرق وانهار. يبقى الاخر كلمة دي اللون الازرق هتبقى ايه؟ الانهار اهي. شطار. هناخد بعد كده، هناخد النشاط رقم 2، هناخد النشاط الثاني، هيبقى اقرأ النشيد ثم بقى اقرأ أنا النشيد. وعارفين ابحث في النشيد عن كلمات لها نفس الوزن، يعني عايزين كلمة أشجار، الأشجار كلمة أشجار وزنها ايه؟ على وزن ايه؟ أنهار من النشيد، ما نجيبش حاجة من برة. أشجار على وزن ايه؟ أنهار. طب تاني كلمة ألوان على وزن ايه؟ مكان. في ايه تاني؟ مكان، الوان، مكان على نفس الوزن. طيب ما المقصود باللون الازرق في النشيد؟ يقصد ايه باللون الازرق في النشيد؟ القلم بتاعي يميز لونه ازرق. لا يا حبيبي، احنا مش عايزين حاجه من بره، ما احنا عارفين اللون الازرق ده في حاجات كتير او لونها ازرق، لكن هو عايز اللي جه هنا في النشيد اللون الازرق، لما جابه هنا جابه على ايه؟ الانهار والبحار. شطار يا حبيبي، الانهار والبحار، هو ده اللون الازرق اللي هو كان بيقصده في النشيد، يعني هو عايز ايه من النشيد؟ هو اللون الازرق ده. ماشي حبيبي شطار. عندنا نشاط 3، اكتب وعبر بالرسم عن الابيات المفضله لك في النشيد. احنا زي ما خدنا في النشيد ان الكون كله مشرق وجميل وبيتحدث كل الالوان، واللون الاخضر اشجار وكل حاجه بتتمايل في كل مكان، واللون الازرق انهار وبحار، وكل ده من خلق ربنا زي ما قرانا النشيد وعرفناه. عايزاكم هنا ترسموا لي حاجه انتوا حبيتوها، يعني لقيتوها في النشيد واستفدتوها وتعلمتوها. ارسموا لي بقى حاجات، مثلا الاشجار باللون الاخضر، ارسموا لي انهار وبحار باللون الازرق، ارسموا لي طيور، حيوانات، اي حاجه جميله كده انتوا فهمتوها وتعلمتوها. ارسموا لي الكون كده جميل، حاجات حلوه انتوا استفدتوها وتعلمتوها، وابعتوا لي الصور وهشوفها ان شاء الله. ويا رب تكونوا استفدتوا من النشيد، هو جميل وسهل خالص. وأشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.